أصول في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وقد جاء في الخبر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن عجوزا كانت في مكة تضحك الناس، أي لها قدرة على إضحاك الغير، تحب الأحاديث التي فيها سرور وبهجة. قالت: فلما هاجرت إلى المدينة هذه المرأة العجوز التي عرفت في مكة بأنها تحب إضحاك الغير نزلت على عجوز في المدينة مثلها، تحب إضحاك الناس، تحب البهجة والسرور، تحب أن تكون فرحة. فلما رأت عائشة أن هذه المرأة في هجرتها تركت المجتمع المدينة كله إلا هذه المرأة التي تلائمها، قالت: تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن يبقى سؤال: متى كان هذا؟ اختلف العلماء في الجواب. بعضهم يقول إن هذا كان في عالم الأرواح، والمعنى إنه عندما خلقنا الله عز وجل أول ما خلقنا في عالم الأرواح، يوم أخذ الله من ظهر أبينا آدم أخرج منها كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وكنا في عالم الأرواح، قالوا إن تلك الأرواح اجتمع بعضها إلى بعض، فمن اجتمع مع غيره في تلك الحقبة وتعارف وأتلف، إذا تلاقوا في الدنيا يتعارفون كما تعارفوا في عالم الأرواح، وإن في ذلك اليوم لم يكن بينهما توافق تلاؤم أصبح بينهم تناكر، إذا التقوا في الدنيا يتناكرون. فهذا معنى قولي عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أو فلنقل حتى نكون منصفين بعض معاني الحديث، يعني بعض ما قاله بعض الشراح في معاني الحديث، والعلم عند الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.